السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا في مصر والوطن العربي، صباح الفل عليكم جميعا. النهاردة معاكم يا جماعة في قناتنا عصافير البادجي والكوكتيل في فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تعملوا معانا اشتراك في القناة، سبسكرايب، لايك للفيديو، شير. اي حد عنده اي استفسار اكتبه في التعليقات وان شاء الله نقدر نفيدكم جميعا. انتوا طبعا يا جماعة شفتوا العرض بتاعنا اللي كان قبل كده، اللي هو كان الدكر اللي هو الفولة الكامل دون ده. طبعا قلنا لو ما جالوش بيعة تمام مش هنسلمه في محل، هنسيبه وهنجيب له انتايه نتايه استرالة عادية تمام، ونشوف الانتاج بتاعهم هيطلع ايه. فاحنا النهاردة معاكم جبنا للدكر دون اهو، جبنا للدكر نتاية عادية استرالة عادية برضو نفس اللون اهي، عادية خالص خالص مفيهاش اي حاجة، ده الاسترال العالي. هنركب الدكر فولل اهو، دبل شوشة وكورك وشجرتين هما، والفلتين كاملين هما على الاكتاف، والنتاية عادية خالص اهي تمام. احنا هنركب التركيبة دي وهنشوف الانتاج هيطلع معانا ايه، وان شاء الله هيطلع معانا حاجة حلوة ماشي. ودي تجربة عشان الناس بتسأل الشوش بتيجي منين، الاستيراد اللي هي الكورك دي هي دي تركيبه ولا لا. فاحنا هنا اهو جبنا فرد استيراد عادي تمام اهو، في الوش فوق النتايه، وده كارفور المستوى حلو ما شاء الله عليه كامل. ونشوف الانتاج بتاعه هيدي معانا ايه، هل هيدي دبل شوشه، هل هيدي شوشه، هل هيدي كورك، هل هيجيب اكتاف، فهنشوف يعني احنا وايه ورزقنا. ما طبعا ده اول يوم نحطهم مع بعض اهو، هم لسه ما لفوش تمام. باذن الله ولسه حتى هنقفل لهم البياض اهي بالسلك، بالسلك مقفول هنا اهو مقفول عشان برضو ما ايه النتايه ما تخشش جوه، او ده تخش جوه لما ايه يروف. يعني هنسيبهم بتاع 5 ايام كده ولا حاجه، وبعد كده نبقى نفتح لهم باب البياض تمام. ده كده يا جماعه ان شاء الله هنوريكم الفيديو ده، هو طبعا هيبقى له تجارب على المدى البعيد ان شاء الله، عمال ما يوفوا وبيضوا وانتجهم، فاحنا هنتابعهم على المدى البعيد وانتظرونا في الفيديوهات القادمه. وما تنسوش تعملوا معانا اشتراك في القناه، سبسكرايب، لايك للفيديو، اي حد عنده استفسار في التعليقات، وما تبخلوش علينا باللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.